السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بالف خير. النهارده عندنا فيديو جديد، فيديو من نوعيه الفيديوهات اللي مش منتشره على النت واللي الناس كتيره بتطلبها فعلا، بتطلب فيها نصايح وبتطلب فيها منتجات جديده كمان وشغل جديد وطرق استخدام، الا وهو البورسلين. البورسلين ممتاز جدا، حلو جدا في المطبخ، لكن مشاكله كتير وعيوبه كتير وناس كتيره بتشتكي منه. طب احنا بنشتكي منه ليه؟ والبورسلين بيفرقع والبورسلين بيتكسر بسرعه وعمره قصير؟ ده طبعا لاننا بنستخدمه غلط. ده كله هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. يوميا بننزل شغل جديد، ملتزمين طبعا بميعادنا باذن الله. اول الشهر باذن الله هتكون المسابقه الجديده، وطبعا هنعمل لكم كل اللي انتم عايزينه في المسابقه، والناس اللي كانت زعلانه مننا في المسابقه اللي فاتت هنراضيها طبعا في المسابقه دي. يلا على بركه الله نبدا الفيديو. كلنا طبعا بنستخدم البورسلين كأداة داخل المطبخ، سواء أطباق أو طواجن أو بولات أو كده، بنستخدمها بشكل يومي تقريبا. وطبعا احنا بيحصل معانا مواقف مع استخدامنا للبورسلين مش ظريفة. يعني أولا احنا طبعا عايزين نعرف البورسلين نفسه. هو بورسلين هو عجين، يعني خامة نفسها زي الطين كده بس أبيض. طبعا بتختلف درجة نقاء البياض طبعا مع اختلاف جودة البورسلين نفسه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان البورسلين الابيض ده بيبقى بورسلين خام، بيبقى عليه طبقة سيراميك اللي هي اللي بتلمع دي، لكن خامة البورسلين نفسها هي الخامة اللي جوه. وطبعا ده بيختلف طبقة السيراميك من الابيض والالوان، بيبقى فيه الوان كتير طبعا منه، دي بتبقى واخدة لون، طبقة السيراميك بتبقى واخدة لون. مشكلته الوحيده طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما كل الناس بتعاني منه هو عمره القصير. يعني ما بيبقاش عمره طويل زي مثلا زي الاطباق الالومنيا او الاطباق الاستانلس او كده، دي بتعيش معانا لانها بتتكسرش يعني. لكن ده طبعا بتبقى اصاباته كتيره فعمره بيبقى قصير، يعني ما بيكترش معانا يعني. فبالتالي بنغير فيه باستمرار، يعني بنغير الاشكال بنغير الالوان تقريبا باستمرار، بتبقى ايه في تغيير في البورسلين. البورسلين من وجهه نظري هو بيبقى كخامه يعني او كشغل في البيت هو ممتاز جدا، يعني هو يعني صحي وبيبقى يعني حراري، بيتحط فيه السخن، بيدخل الميكرويف، بيدخل الفرن، بيدخل غساله الاطباق، بيتحط على عين البوتاجاز. وتقريبا كل انواع البورسلين بتتحمل الحراره العاليه. يعني ايه بقى اللي بيخلي بيتكسر او بيتحملش حراره فبيطق؟ هو طبعا ايه، بتفرق طبعا ما بين المستورد طبعا والمصري، وبتفرق طبعا ما بين الخامات وبعضها. طبعا تشكيله البورسلين بتبقى تشكيله كبيره جدا وواسعه جدا، يعني زي ما حضراتكم شايفين بيبقى فيه بينزل منه البولات، البورسلين للشوربه او للطواجن للفرن الصغيره، اشكال كتير ابيض او الوان، بينزل الطواجن الكبيره. ده طبعا برضو دي عمليه جدا طبعا ستات بيوت شغالين بيها كتير، الطواجن المدوره، بولات الشوربه، سرافيز، اطباق البيض على النار. بس المشكله كلها يا فندم في ان انت دلوقتي حضرتك لما بتيجي تستخدمي مثلا وليكن طبق البيض دوت وهنحطه على النار وبعدين هنحطه يسخن، طبق وهو فاضي هيسخن على النار، وبالتالي لما نيجي نحط حتة السمنة أو نحط البيض بيجي نصين مثلا، يعني زي كده. هو بيحصل كده فعلا، بيحصل كده في كل البيوت، إن فعلا بيبقى لما بتيجي تحطي الحاجة بيقوم طالع كده. طبعا حضرتك كده استخدمتيه غلط، لأن طبعا ده سخن وسخن على النار، حضرتك اديتي له صدمة بحاجة باردة أو ساعة، فبالتالي لازم يتشرخ نصين، لازم يطق طبعا. فده عشان نستخدمه صح لازم نحط الاول السمنه، نحط الاول البيض، او نحط ايا كان ايه هو المكون اللي هنحطه جوه يكون بارد معاه وهو بارد، وبعد كده كله بيتحط على النار يسخن مع بعضه، لكن ما يبقاش سخن لوحده وياخد الصدمه
وبالتالي طبعا بيتفتح نصين. وطبعا كل الناس بتقول ان ده عيب في البورسلين، لكن لو حضرتك استخدمت زي ما انا بقول كده، ان حضرتك تحطي الحاجه البارده الاول فيه وهو بارد، وبعدين تحطيها كلها على النار او تحطيها جوه الفرن كده يعني. لكن المفروض ان البورسلين ما يسخنش وهو فاضي. لو سخن وهو فاضي وحضرتك حطيتي عليه ساقع او بارد هيبقى نصين. برضو في حاجه تانية بتخليه فرقع، لو حضرتك هو احنا حطينا كل حاجه وحطيناه في الفرن، وجينا بعد ما حطيناه طلعناه من الفرن جينا حطيناه على الرخامه، الرخامه ساقعه هيجي نصين. حطيناه على الرخامه وهي مبلوله هيجي برضو نصين. القماشه اللي احنا ماسكينها مبلوله مسكناها بيها هيجي نصين. فلازم طبعا يبقى في عوازل، في حاجه عازله مثلا قاعده خشب او حاجه زي كده حضرتك بتحطيها وبتحطي عليها الطاجن او الصينيه اللي طالعه من الفرن على العازل ده، سواء سيليكون او خشب. ده طبعا انت بتحمي الطاجن بتاعك او بتحمي المقلايه بتاعتك او الطبق بتاعك. طبعا طبق عادي زي ده كده، ده طبق عادي غرف عادي خالص، ممكن يتحط على النار برده ويتعمل فيه بيض برده هيستحمل، بس بالطريقه لحضرتك اللي انا بقول لك عليها. وطبعا الفرق بين البورسلين المستورد والبورسلين المصري، في فروق طبعا كتيره، بس اهمها طبعا هو تقل البورسلين المصري، والمستورد بيبقى اخف شويه. البورسلين المستورد بيبقى انقى شويه من البورسلين المصري، بيبقى خامه البورسلين نفسها نقيه، فطبعا دي بتديها جوده اعلى طبعا وسعر اغلى من المصري يعني. ولكن الاثنين في النهايه هو نفس الغرض بنفس الكيفيه يعني زي ما شرحنا يعني. في النهايه احنا حبينا نوضح موضوع استخدام البورسلين دوت بجد يعني. لو حضرتك استخدمتي زي ما انا بقول لك كده ان شاء الله القطعه بتاعتك دي هتعيش معاك ان شاء الله اطول فتره ممكنه. انا ما بضمنش انها هتعيش طبعا العمر كله، لكن هتقعد معاكي كتير يعني، هتقعد معاكي فتره كبيره، هتقدري تستخدميها فتره اطول يعني. زي ما قلنا طبعا ده ما بيتحملش صدمه السائع على السخن، فبالتالي لازم ياخد السائع بره وبعد كده يخش جوه الفرن او يتحط على النار او الميكرويف ايا كان. مش عايزين نطول عليكم، بس قبل ما ننهي الفيديو تنسوش برضو تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس. ان شاء الله هنبقى عندكم كل يوم بجديد بإذن الله، ونشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.